سأقرأ عليكم من الديوان الأخير يخون سيده الوقت. القصيدة الأولى: نار بخط السطور الحديد، حديد الحدائق، ستار زجاجي يحاصر غابات نخل، يد من شموع تدور، وشمس تعزي ظلالا ثقيلا، ونيران ثلج تطاشع خد القصور، وجثة طفل غريق تصيد الافاعي، فحيح الشجيرات يحذر صيده، يمر المسافر وحده فيسقط في فخ عرس غريب، نسيم وحيد التلاقي، سياح هناك ضجيج هناك، مكان يمل ثيابه، جذوع تداوي شظايا الظهيرة، يجف العطور يهب الغروب ويطفأ ضوء أليف، ينوح الغروب على زقزقات العصافير، نهار يتيم، سيوف تعشش في وردها، تمر خيول لبيع الفواكه، ضرير يصادق نحفه، فخاخ وألغام صيد، كلاب عواد نباح عسل، نهار وليل يجفف ماء النهار، وعورة شمس تخدر طفلا فيعثر في حفرة النار، وتعمى البصيرة وتعمى العيون، بطون تدلت وتجهد مشيا، عجوز تمد يديها بقرب متاة فتسقط في وحل أمطارها، قبور لموتى يبيعون قلبا، تصيح ضيوف بأعلى الجبال، هواء مريض يداوي طبيبا، لحوم تخفض أسعارها، حسود ينظف قلبه، تمر ذئاب فتعوي بقرب مكان الوضوء فيهمد صوت الأذان، ذهاب يكرر خطوة، إياب يكرر خطوة، قطار يجيب قطار يهود، زهور تفتش عن شهوة تائهة، تبيع ثيابا قصيرة، تمر الأضاحي تمر أياد تعاني وهما. القصيدة التالية: المساء الأخير، في المساء الأخير، وقعوا غدلة في الوداع الأخير، ثم انصرفوا، وعناوينهم تركوها هناك، يلمع ضوءها من بعيد السفر، تخبر عن صعاليك مروا شهابا من النار في زهري، وأنا كنت أرصد قلب الرياح المضيئة عينها، في المساء الأخير الشموس تراود كوكبها عن نفسه، والنخيل يراود نخلته المائلة، غجر يركبون قطارا يعج بنحل الضجيج، في المساء الأخير يكبر عشب وردتنا النابت من نوافذ مفتوحة لزوار يعدون سهرتنا لمصائدها، يسقط النخل من وردة يابسة، يرتدي معطفا لامعا من خصوماتهم، يتناثر من ضوئها
تسافر بعد قليل وتتركني مثل كل اليتامى بلا ملجأ. ستسافر ثم ستحرمني من مرارة أيامها المصغرة. في المساء الأخير الحقيبة تضحك تسقط من سفر حائر، والحمامة تخجل من نفسها تندم من صداقة نيرانها. تنزع شوكة غادرة وتلوح على غصن أعدائها، حمامة الأدغال في واحاتها تشردت تنمرت وتستعير جلدها. في المساء الأخير تستيقظ عصفورة تتعثر في ثوب أحبابها، شجر يستحم بقلب أليف ويفارق شطآنه مجبرا، نخلة ترتوي من دماء محبيها ترقص فوق جرح قديم، سهرة لافتراق الشجيرات عن بعضها، نهر يقتفي ثمرا، ثمر يقتفي نهرا، قمر يستظل بنار فتوته، ليلة تحتسي كأس أحزانها. في المساء الأخير وقعوا هدنة، وقعوا هدنة في الوداع الأخير، ثم انصرفوا بحقائب مفتوحة للرياح. من الآليات آلية كتابة الشعر، والسفر الطويل في عالم الشعر جعل الشاعر ينحت الشعر نحتا، فيبدو تماثيل أدبية وإبداعية رائعة. أشكره مجددا على كلماته المؤثرة، وندعو الشاعر. تكتب الشعر الأمازيغي، وكما هو معروف في السنوات الأخيرة فاتحاد المغرب أعطى مساحة مهمة للشعر الأمازيغي وأدرجه ضمن الأجناس الأدبية التي يجب أن تحظى بالاهتمام والرعاية في جميع الطرق. الشاعرة حياة بوتفاز هي شاعرة متألقة شاركت في مختلف الملتقيات الأدبية التي نظمت من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط، وكذلك شاركت في المهرجانات أو المهرجان الدولي للحكايات بالرباط، وكذلك في مهرجان تويزا بطنجة، وكذلك في المنطقة الشعري الوطني بششاون، وكذلك في القسيمة في إطار المهرجان المتوسطي. إنها الشاعرة حياة أبو تفاس، فتتفضل مشكورة. مساء الخير، مساء الشعر. القصيدة الأولى ستوي اسم يهرب بز أنطن. أرز خفي جوار المنتي إذا شنير نغب بريدا أن تودع في شسنتير، هذا يتفد التسمقات في الطيار إذا الشير سيري أرز ذك عربة دي سينو ثن خك كثير، هذه الرب بصدمطة بنزار خك خير، أتسند باللي عاد جير ذك قرنش بثون قيت وعت مكتير بثلا يفدنش بنسيس ويزير. أرزو أبني عبارزو هما تسند مني سيوري لو ذنوري يمودي ثوابي وديسقوا نواري الزيت النير مستان لا لثني جيف نير مريت سند
مريت ندمين المغلقية مو متي أي ليتيسي تضرنش أتشك دياوي غاري ما يرنش مدة يزداد غاري مميه دايم تقدر اختي زلفة وكي تذكر يعمل نسمي لك نحط قدر لا وعدة قناة الجسم النظر يسيا يلاري نو غفت جسم الشعر تهوم قبير فيافي خسر مني فعل ما يتمن زاد صغر ما يتوسط ولا فعل قواتي نوم ترون طريق قوار مرقعيش ومكسر قيم صدر الشعر إلا من بيسترو أنت الطويل ويوار أنت من يغرى غير جسم النظار قش الطنزيات يزين المغمغار ما يرنم في لبي المغار يصير قطاون تحب المنظر أم طيب فارومات أم رقيق الجوهر إني ورد روشا وصفار خضر قش التالا غادي تقنزر عاد يسمح ربي عاد تكذورا أبي نواور نمم مواني دورا أتسري برويمة ما تشضح أدورا أدم نكحني ذيري زاد شبنات عرني غد مطاوم بالدخونة زوار أني غزو بلا سوري والشعر أول مشي شنا أنزلي ويور مش وارد جميش يتسيري تمي جوبار تروح ونديش جي بسمح بلي ويور إني مش زمزر أخم صور بحار إني فقيني شنا تسرق منظر نيو على خدم وغارس في زمار نتايب شامليون بابا ميت ناس كتار أول ديسي ويخدم راس القلب السكر يروحي ويذني تغير قيمة الدبوار برشواق الظلمة من مزيد البلار في الوديع المجهيد من غرس الدولار فبي يستدي حمير الدوار صوت النار وتسيم حبابة والزيز ويرحار أطلق بعض مش السلسوج من الرفع يويتيكم شيورو جيتي غيدي الوزغار وي ما ضل الخسار جينا تاي شحار جي بالنبان في بوداي العقار كيت الزربع ضاني لقيتها وياسين الخال لقيت الخدمة في الزمان يا نجار خلاص دان حجو ويا نيواري مخار انت ويدان مسيت غي ما غلط خوار مزيت الخدمة الصفات وما نكون شهار من عاون والدي انا سنة الخار تتحاجيت من نغدي الزمان يا نجار لقيتها وش ما فكيت مخاس وخا مخاس أخذوا كذلك على المعجم الأمازيغي المعتق الذي رصعت به قصائدها الشعرية نجدد بها الترحيب وندعو القصة والكاتبة زلفى الشهون لتقدم لها الشهادة التقديرية مع شاعر وأديب وباحث أتى إلينا من مدينة وجدة الحبيبة صاحب دواوين مقام الصدى صلوات للفضيلة وضوء آدم بالإضافة إلى دواوين وكتب الاشتراك إنه الصديق العزيز دكتور والباحث محمد ماني نرحب به بيننا وندعوه لقراءة نصوصه الشعرية. والله ما طربت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانيكم كلما دعانا سائر الشعر إلا ويلبي بصبر ورحب فأنا سعيد بتواجدي معكم سأقرأ من ديوان قيد الطبع القصيدة الأولى بعنوان صلاة أخرى أو إلى الله أحبك حبا
لست فيه منافقا، أحبك حبا لست فيه منافقا، وبعض محبات العباد نفاق، وكل محبات العباد نفاق، وعندي شهود ليس يكذب سرها، رجاء وعشق في حماك يراق، ووجد وأشجان وشوق ووحشة، وقلب وريف للجنان يساق. هو الحب، هو الحب فيه العز كالذل طرد، وحبك عز وحده ووفاق، وحبك محرابي، وحبك قدوتي، وحبك محرابي، وحبك قدوتي، فنحن على حب وذا الحب وثاق. إذا نلته، إذا نلته فالكل، فالكون كلا بمعطيه، هذا وهم نافر وخناق. النص الثاني من عيون المعرب. بين صحو غفا ونوم وسحر، بين صحو غفا ونوم وسحر، لم يكد يلثم السنا خد فجر، مر بي طيفه فأيقظ روحي، طار نومي وعاود الهم عصري، وجيوش الظنون تزحف نحوي، وعظيم الأثقال تقسم ظهري. لحظة لم تطل، لحظة لم تطل، حسبت مداها ويح نفسي، عمرا سيوقف عمري. هل لي شيخ طاهر ونبيه نابه يبهر العيون بسر؟ قلت، قلت لما بدت أسارير وجه نحتت فوقه تجاعيد حبر، أي هذا الوقور؟ من أنت؟ قل لي، زرتني دون موعد دون أمر. قال لي، لو فحصت وجهي، لو فحصت وجهي مليا نطق الرسم فيه سر بجهر، أظلم النور في عيوني حبسا، فإذا عسره لأفقي يسري، وسنين ارتديت ظلمة سجني، أنظر الشعر والقصيدة تدري أن حرفا ما، أن حرفا ما من كتابي لآلي، فسل الدر من كنوزي ببحري، إن شعري أرقى من المال ذخرا، إن شعري أرقى من المال ذخرا، ذلك المال للنفاد سيجري. قدر المولى أن أعيش ضريرا في ديار أهاض فيها بهجري. صحت، يا مرحبا، يا مرحبا بخير حكيم شاعر، أنت نازل دار بري، من فؤادي يا شيخ هذه التحايا، كلما ذقت شهتها ازداد قدري، كل غال أهديه غير ثمين لك عندي، وتحته كنز جبري. هاك عيني، هاك عيني، هاك عيني خذهما، لا أبالي أتوارى وراء مرآة بطري، لا يليق العمى، لا يليق العمى بوجه قسيم، البس النور فيه إبطال ضري، فلو أن القلوب تنزع منا لأتينا بها فداء المعري، فلو أن القلوب تنزع منا لأتينا بها فداء المعري. قال، قال لما رأى وآنس أفقا، إنما كنا ساكنين بقبر، قد تعذبت في الظلام مرارا، ومرارا يغني الظلام ويثري، إنني مبصر على العمر نورا، فلعلي به أسير وأسري. ورأى، ورأى
الصورة التي أثرتني وسقتني كؤوس صاب ومر، مال شيخي نحوي وقال بلؤمن. لمن السحر؟ لمن السحر بالمحي المغر؟ قلت تلك المرأة نور عيوني، إنها لي ولن تصير لغيري. قال فلنخرج للهنا والسرور لأتم المنى وأحظى بخير. وخرجنا ما بين مد وجزر، ومشينا ما بين سهل ووعر. كم قطعنا من البلاد وشبنا كل صرح ممرد مستقر. ورأى الشيخ ما رأى من جنان يتضوعن في مطارف خضري، وجميل الجمال لم تر عيني مثل ديباجه ولا عين غيري. عبرت لي أنفاسه عن نفور، ترجمت لي آهاته ضيق صدري. وانتبذنا معا مكانا بمقهى، ويقيني بشيخنا كسر جبري. ولبثنا هليهة ثم غصنا في دما شاشة روت كل قطر. ما رأت مقلتاه من قبل هذا، ولم يجد مثله بسالف ظهر. ثم لما رأى بعينيه حلما قال لي كالذي أصيب بذعر، ما مقامي إلا إقامة عالم، كيف أسري وفي يد الدهر أسري. أنا نعم الإنسان والخلق ضدي، عكر العيش في رجال بمكر، عكر العيش في رجال احتنت في رجال بمكر. آه إن النفوس فمتى جردت ذوى كل خير. هاك عينيك خذهما لست حرا، لا تليق العيون إلا بحر. هاك عينيك خذهما هي شر في رجوعي إلى الأعمى. ألف خير. شكرا. الشاعر محمد ماني على هذه الكلمات المعبرة والمؤثرة، وعلى هذه الكلمات والعبارات السامية التي أحبنا بها. ندعو الشاعر جمال أزرغي ليقدم له الشهادة التقديرية. الشعري والقراءات الشعرية هذه المرة مع شاعرة من مدينة الناظور، شاركت في عدة أمسيات وملتقيات شعرية وأدبية محلية وجهوية ووطنية. أصدرت مؤخرا ديوانا شعريا بعنوان صاحبة الحقيقة، والآن هي بصدد كتابة نص مسرحي. إنها الشاعرة مريم مريان، ندعوها لقراءة من نصها الشعر. أنا حيث منزول زيرة جغمور الزراويين أنت بإنو جيون شنو جيون إكي مغذا غالي اللي جن تعقيب لحظات الأمازيغي غائب. حرف الأمازيغي غائب، مزكت ذريري تدم ضنطة في غيان نسيمين. سفلي الدخيق سفلي الدخيق زقمغنا السمليلي سيح دقبري دي شمسان لغوفي. قضونا مفريون قضونا مفريون صدعنا مثيري، ويرنش مطشبات دي ثوذا حنوري. صفضنا سغنف صفضنا سغنف
تشم زكيرية تشيلة سنيمان وشينا تمسي صغوي صغويني غجاية صغوية صغويني غجاية صغوية هذا مغور خفي قذي هذك صغى سنان هذا مسقض خفي شري هذا مفرن غبريد هذا يدو الروموني أدنا ردو ذنم في وشا مغثير لي يا غستب وهرش تمري وفارجي ريت موت ونش زايس جار درار دو درار بقيش نواس يمغار يقيم خيش نوزرو أميغي غنو صغار كسير غازلي تشري ويصور في سرع بار أسد حيتو دوم دم تسريت منزار أشوى في ذابع رشان خضاوة دزيرار يطوي تصميت سرغ غيتيرار نغس حاول خافي نغس حاول خافي سنوكني تنتمجا إن يشم تزيو دي ديت صفخ ثمجا إكسي يد كفس النضوى غار جنا أرنس قيوم الرورين ويفجا سرغي وسعو عيم ويزيد نرجع عرز مخدي الطويل وفي غفين ودي فارجا تاقي غاسسي تم فسي ايدا فساي امود فرخي دورار فسي ايدا سي تمي الدار وعرد فار اري ذرخ زراف يتوارا وضربار اري تيوارين دقم الزغوض هشار اري تزدشت اري تزدشت غارت وارت والدار اري تيرا دقدل لي سري فسار ثبرت نتمخسا ويدغيب كن اطيغار اري تيمنا أريتي منا خير نمحضة سيما يتحجا خفص نشط مغار سوسيت مشترجا أكيك في القراء تنمير التي عانقت الواقع كلمات كذلك التي شدتنا إلى الحفل الأمازيغي شدا نشكرها مجددا وندعو الناقدة والدكتورة إلهام سنابي تقدم لنا الشهادة التقديرية. غير عابئ بالمرور البطيء للسحاب
إلى غيارة السراب السحيق أمام نوافذ المشرع على النسيان. كنت أعلم أن لا مناص من تساقط الأيام من يدي هكذا سدى، وأن نجمتي التي تقودني إلى هكذا ضياع لم تجي أرضاها أبدا. عبثا أقرع أجراس الشرفات المورقة بأقحوان الشهوات كي أستنبح صهيل خيول منهكة. عبثا أستظل بنهيب جمر الشوق لعل الياسمين يصهر بين أصابعي نكالة في البعد. عبثا أرمم أنفاسي المهشمة لأن تشيا ولو لحين بالنسمات المتدلية كعناقيد تستعلم السقوط وقد أتعبها انتظار الخطر. بعضي دائما على غير العادة سأقرأ الفصل الأخير من رواية ساراماغو وسأشرب القهوة في النافذة. على غير العادة لن أستمع لفيروز هذا الصباح كي أستبيح شفاه الغياب المهلل بعطور النساء الغريبات، ولن أطالب طفولتي الهاربة في مرايا الوقت كي لا تعكر مصداق ما تبقى من سكون الأيام المهترئة كجدران كنيسة مهجورة. سأتكئ على هذا الخراب الذي يترصد بآخر أزهار المكان لأصنع من غيمة تائهة في سماء خيباتي ظلا لأشرار العنفوان التي تدبل على مشارف الديهان أو مرفقا ترسو إليه نوارسي العائدة من إبحارات التعب. Donc j'ai choisi deux textes poétiques. Donc le premier s'intitule L'ombre d'une autre veille. Hôtel continental. La vue était belle et le détroit dominait l'espace majestueusement. La fraîcheur du soir diluait les tresses de la ville à l'abri des regards. Il faisait doux et la nuit dansait nue à fleur de l'eau, avec grâce et insouciance. Tu sirotais intérieurement et tu esquissais tes sourires pleins de malice et de douceur. Moi, déboussolé entre le déchaînement du premier conquérant et la détresse du dernier roi des Taïfas, je cherchais dans l'ombre de tes rêves les ailes, les aspirations les plus lointaines et entre deux gorgées de café. Je jette un regard contemplatif qui naviguait entre les vagues de l'esprit. Je jette un regard contemplatif qui naviguait entre les vagues de ta poitrine et qui m'incitait à brûler mes navires et partir à la conquête de tes envies les plus éloignées. Ce soir, tu étais arrivé au sommet de ta finesse et tu me disais « Je ne tomberai que sur les feux du poète. » Je ne tomberai que sur les bas de ces mots, moi dispersé, entre l'entre-deux, les distances et le silence des attentes désespérées. J'invoquais le ciel pour que ta vitesse soit éternelle et que la nuit s'éternise. Avant l'effacement, rien n'a changé. Comme à l'accoutumée, je longe le boulevard en songeant à te revoir. Et je feins l'ennui en trissant les draps de mon spleen avec les traits de ta silhouette élancée. Rien n'a changé, comme à l'accoutumée, je bois de l'amertume de ton absence jusqu'à la vie. Et je croise le fer avec les démons de l'oubli qui repoussent tes traces au coin de l'indifférence. Rien n'a changé, comme à l'accoutumée, qu'il pleuve ou qu'il vente, je ne marcherai qu'à la lumière de tes sourires éblouissants et je serai toujours. Comment défaire ton chignon de 10 nuits qui passe au ralenti? Quelle avancée là? Donc,
في بهو المطار وقبل الإقلاع، أتوسد فخذي فرانشيسكا المكتنزين وأداعب حلم القبض على نجمة هادئة في السماء. تستدرجني الغواية إلى الغوص في مدارج المدى، فتتقاذفني أمواج أندلس ثانية بين جسر المسافات المرصع بفساتين البشريات ومد السراب الموغل في بياض النتهات. أتناسى جراحا قديمة وأخرى لم تندمل بعد، وأصطنع أفراحا صغيرة كي لا أوقظ عواصف الشجن الراسية في عينيها كسفن حرب وشيكة. ألقي السمع إلى تفاصيل أيامها وأمسح بقايا الأرق على وجهها، تبتسم بغنج فتتفتق كل أزهار السماوات والأرض. أنسى الكلام، تفقد الأشياء وأشكالها المعتادة. أغترب إلى جهة لا أول لها لا آخر لها حد المنافي، وأعود ينثرني رجع الصدى شذرات على أرصفة الليل المضمخ بعطرها الليلي. شكرا. جميل جدا أن يقف أمامنا شاعر شاب يملك ناصية الشعر ويجيد صياغته وبناءه، كذلك شاعر يتميز أن بشعره استطاع أن يجعل منه جسرا للتواصل مع الحضارات والثقافات الأخرى. نحييه مجددا وندعو الدكتور أحمد الكبداني ليقدم له الشهادة التقديرية. شاعر لمدينة عزيزة وحبيبة إلينا، إنها مدينة البرتقال، مدينة بركان. الشاعر أحمد اليعقوبي هو شاعر يبحر بنا إلى جنس أدبي آخر هو الزجل. فالزجل المعروف عنه أنه يعانق الفئات الشعبية ويصدر من الشعب ومن صميم الشعب. فالزجل هو أكبر معبر عن الهوية الوطنية وأكبر معبر عن الفئات الاجتماعية. الزجال أحمد اليعقوبي صدر له ديوانان زجليان هما الكسبة والطير سنة 2009، رياح النور سنة 2012، وكذلك له ديوانان آخران قيل الطرب، بالإضافة إلى ذلك له مجموعة شعرية بالأمازيغية، كما له مشاركات في ملتقيات أدبية مختلفة جهوية ووطنية. نرحب به وندعوه لقراءة إبداعه الزجلي. شكرا لكم بجزيل الشكر تجاه الجمعية المنظمة لهذا الملتقى لهذه الأمسية الشعرية الجميلة بكل الشكر والتقدير. ومساء المحبة والنور، مساء الخير والشعر، وفي خاطر ناس ناظور، في خاطر ريافة الحرار، نساء ورجال، نساء ورجال يا سلام، اسنس للذهب ما يبلا، عرو قنج ما يغشاو، إطرت قص صم ما يفناو، في خاطر ريافة الحرار، إيتشم يتشد وردي سبوني بقى. وشاركوا معكم اقترح عليكم في البداية مقطع قصير من ديواني الأول الكسبة والطير، المقطع الأخير من قصيدة بعنوان طير يا طير. إلى شكل جروح طير وتعلى سحف وقروح، ناس مجربة تمسحك بالوضوح، بالمثل ونظم كلامهم مشروح، لا دير كي الحمامة وتزيد في القروح، من سبحت في الباز كانت عندها روح.
انت قالت لهشي نفك بجي في فوح شوف ضرب العمران يرقص والريش يلوح اطلع البس ما ورصا فيها مجنوح ورعق بالعمران خمسك الهروح بعدها وهرب بعدها وهرب وما رجعت مدوح حزنت الحمامة وبدات تنوح ياه يا بويا الراين وذا مشيوح الطفل ذي بالعمران تشيد البس يروح ياه يا بويا العراري ذا مشيوح قبضت في بالعمران خليت البس يروح لا تبكى تيري لا تشكي الجروح طير وتعلى سيح فوق وروح 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 شكرا بعنوان حنش الليل الله ينجينا ونجيكم منه يا حيرتي فيه يا حيرتي فيه ذاك حنش الليل ما لسان همال ما لو ينسيل ما ضرب حساب لليوم المعلوم يا حيرتي فيه لسانها طويل ملويك الحياة في فم البويا زر كيب وتشم في وسط الحلقوم يا حيرتي فيه لسانه من الغاز مخيط مصدي في جنابي مسموم وشريط وراه كحنا كنحبوم يا حيرتي فيه لسانه ترطار ما عندها عبار يشاري نفار وكلامها دجاج طاير ما مفهوم يا حيرتي فيه لسانه رجاج يزير صنيه تقول يمضي غزاج ويدور راسو كيما طير البوم يا حيرتي فيه كي حصل تلقاه تالف في دور خاف في خور ما عنده ملا عندك يا مظلوم لا تثق فيه كبير الكرش ذاك الكرسي مهوليه غفلي لا سحب في حنش انفخ تلوى حدا رجليه قعقع تنبرلق عينيه ورعب منه حتى النوم يكفاياه الكرسي عشاقو الكرسي عشاقو السم صعيب فراقو من بكري ما له درياق حنش الليل داخل راسو رمش تعين ساسو والله يسردو القياس عاقو بيه ذياب التيه دارو بيه لعبو بيه باع بوه صرت بوه الكرسي عمى عينو حتى ابليس اهرب منه قبض خلاه بعيد وتاه عاصي خاين يا مشفاه لا كرامه ولا جاه حنش الليل لا ترجاه يكفاياه يكفانا مارينا وضرب يبان البرهان يكفانا مالينا حنا هنا عزنا لينا كل شي يمشي بالنوران وامنا عزنا بيها وحياتنا اللي ليها ليه تيه يكفاياه واه يحذر واه يحذر السم غسل ولو كان قطرة في جفنا عسل ما تسلم ولا حبيب الا حبيب في الشدة وحنش الليل يزيدك شدة على شدة ايام الشدة مسموم ما يرحم سارك الفرح ماذا الدلع دا يسدى ماذا الدلع دا يسدى استفصل يا هذا القصيد جاير جافي لك بدا خاين نمه كلبو حديد يرهب رهبة نقدة بير مسموم القاع بعيد يرعب قوى مرعدة جنوي ماضي صداه شديد حبيب قلت اليوم وغدا ويحاني شهدو صنديد شهدو صنديد وصبتو خداع وغدا غدا رحب ودور عديد لسانو قطع يا مقدة ويا منشار حسود فريد يفصل يا بضربة وحدة ويا يقص يدير القديد حنش الليل ساس القعدة شحال في قاع مطفال وغيد يدسمو في روح الوردة صارت الفرح يوم العيد حنش الليل أعطي الخلاك مقطع الأخير من القصيدة يا صارت الفرح بعد من بالي وين داخل وين تتلوى زرار يزام الدورات بعد رحابي غرك الغرار تلف لك الباب رد سمك الهيه بعد احبابي خاين عرفناك كذب ونصاب
يا تكوي في السر تقد الدهدالي، يا تفصح بالشر وتكشر مليان، لا يحمش الليل لا تقيس طرالي، وعندك لا تغلط احسابك حساب، روح اعطي الخلاك عو قلابي، راه بمكاتم وجاري الديار، روح اعطي الخلاك عو قلابي، راه بمكاتم وجاري الديار. شكرا جزيلا. ونبادله نفس المحبة والتقدير. ندعو الشاعر الأمازيغي عبد الرحيم الفوزي ليقدم له الشهادة. آخر من مبدعي المنطقة إنه الشاعر والقاص رشيد فارس، وشاعر باللغة العربية، وكذلك يكتب الزجاج والقصة القصيرة والقصة قصيرة جدا. له عدة مشاريع إبداعية من بينها رواية وكذلك ديوان أمازيغي ومسرحية أمازيغية. شارك في كتابات جماعية من بينها أناميل ريفية الصادر عن رابطة كتاب الشباب بالريف. ندعوه لقراءة نصوصه الشعرية ونزود به التقييم. مساء الشعر داقسي سي ميتام زوالوت سفكاريز زيس ومدوكلين ورضوان بن شيكر استقدم اهداء واقعية أواخر سنة 2006. أم حبوس أقيدي الحبس سعدو حبسين الحبس وموتي في نود الحبس بحب النم قرية من العخافي العقلي نكيدم خزار ذي الحيوط شاشيق ذي فراس النم أسين ودا زيرار جيقين ودا خمم ذور أضع فوق ذي غمغني الشين السم أولي ودا سقسي لاني جواسي فهم فضحت وقضح شر خرج ذكر همم الذي تشرف عليه الشاعرة زلفاء شابون في تصفيف والإخراج في صحة التعبير. زلفاء تحب هذه القصيدة جدا وسأقرأها كإهداء لها ولكم جميعا. ثنايا دو يورغ ثنايا دو يورغ بداي غادو شد وشي نقد ولينو دوبيا ستشدد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد بيت والي الحسيد لان الشمال تخسد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد الربيع قيوزا غان بدو قايك حظ ثنايا دو يورا بداي غاتو شد رجع مدى المجا غنع نعسي الحوض ثنايا دو يورا بداي غاتو شد ايا للاي ما مدين زنبو يوجد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد يسي تغنستي مما ملاك تحوجد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد اويك يدمي ما مولاد بابا عاود ثنايا دو يورا بداي غاتو شد نشوشي غا متفوج دو يورا كيسي عمد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد وشي غا مورينوس بداي صدر قنر ثنايا دو يورا بداي غاتو شد تي فخسا مورينو ما دو يعصو شمد تي فخسا مورينو قيو حرقسو شمد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد مومو تي طاويلين ومادو يعصو قوال ثنايا دو يورا بداي غاتو شد اكسيب وحبلين ومسويث ما تفودد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد اكسي اسفير نلينو توح خافي بعد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد وقيل فهم غام دار زود العهد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد اني مع هذا خاسني غنقود ثنايا دو يورا بداي غاتو شد أتمشو تذكعي غناي ما ينتخسد ثنايا دو يورا بداي غاتو شد ثنايا وشاي سير ميداي غاتو شد وشاي ثني خزان الحب وتيجي ما تاوض تحنجا طمزيان قد تجد تلمد. أخرى تحت عنوان آنسة وهي عزاء وهذه قصيدة رثائية للطفلة التي دخل عليها وجعار وقتل أبوها وأمها نواحي بن سيدة. أقيع التروغ والضغط مهافير أخمي شيء الضرايين مشنا وحميار الزوق
خوا ورده مغينير اشم الزاي الصبار اشم الزاي زعزير يقسح فالتوق تاشي غفا السنين وشدن ابوي جعراني بدي خوز الديف اسفد داي اخوا بني مطاون اسفد داي اخوا بني مطاون تمخذواي غدا نفكر اثنعثق غزوا ما نتسون هيا تجد برشات قاع من برش ودنم تكحلت سومسين قاع من صغري التيفوين قاع من برش ودنم تكحلت سومسين قاع من صغري التيفوين قد فوشت ذي بغرين ذي سبابا غيما وغسل بومثين من زيش مغعزير ماذا مين يغوار تروع ماذا مين يقصقار ماذا مين يغذي خرف ربيع ماذا مين يقصبار خام يحق من الطون أم وغقي مغتر غكيم وخامو يلغو جهران سوفو سينو ماذا وخامو يلغو جهران سوفو سينو ماذا يازغو مطا ماذا يشتفو يزيم سوريا هدمن دايم الحيوب تواريغ دايم غزو متجرى يا صيدوب دايم يجيدن لا تغوني لا يروب أجنى النمض الدخان داخل النمض الشموب في سلاو دايم الفراحات يوزغ ربيع النمض وفار دوك الشوب غريم دايم غريم دايم سيمان غريم دايم سيمان موثن دايم جضاط ونخلع درباروب يغزراني متطون دي دم وتزم هذا تزويد وتزم هذا تعدود أخميت من غنت العجاجين ونزم رنس بالدار ريح أخميت صوت مرمي غير حشو جنة هذي بتجنة وقال فوض مرمي غير يا الرايد وفوس النار أمرار إني تثنمود مرمي تغذ غمي تودات مرمي تغذ مخات فوش تسخسي ومشحور شاعر المعاناة والألم والعواطف الصادقة ندعو الأستاذ خالد السبتي ليقدم له الشهادة التقديرية. هذا اللقاء الشعري لشاعر شاب تصادف تاريخ ميلاده في اليوم العالمي للشعر 21 مارس. هو شاعر ومسرحي يعشق التمثيل والإخراج المسرحي. ندعوه ليقرأ نصوصه الشعرية فليتفضل مشكورا. إنه جواد شباري. السلام عليكم. جميل أن يتصادف عيد ميلادي مع اليوم العالمي للشعر، كأن الله أرادني أن أكون شاعرا. تحذير: هذه القصائد لا تلائم الجمهور الحاسد، لا ينصح تتبعها من طرف العزاب. ماذا أقول؟ ماذا أقول وعيناك خمرتان بل جمرتان تسلبان العقول، كأنك شمس إبراهيم وتأبين الأفول، كأنك جنية في جيوش المغول، أو أنك أغنية غجرية في عيون الوعول. أتذكر يوم تهاطلت عليك السنابل وأنت تطوفين الحقول، وأنا مطمئن لأني أعلم أن سنابلي لن تعرف الذبول، أو لأنها الأقرب للوصول. أنا لست يوسفا، لكن أمامك أعجز عن المثول. أنا فتى طائش من هواة الخمول، لكني لا أحب أن ألقب في الحب بالكسول. لي خياران، أولهما الإقدام والثاني العدول. إن عدلت شماتة، وإن أقدمت فقد يقولون عني أني قليل الأصول. راغبة أنت في أن يقد قميصي من قبل، فأكون أنا من أراد سوءا وأنت البتول. اطمئني سيدتي، فهذا أمر
مستحيل الحصول. الثانية بعنوان صفحة جديدة. خذي صفحة أخرى واتركي هذه الصفحة، وعديني أن تكون هذه آخر مزحة. عديني أن يكون لقاءنا الأول بداية الفرحة، ولكم بكت الغواني وتلك أعظم ذبحة. قولي كم شممت من غدر وكم سمعت من نبحة، حن الحوت بتسبيحة أفلا تحنين على قلب فيه ألف جرحة. وهذه البساتين لها نفحات وبين شفتيك أحلى نفحة، فهل لي بابتسامة أو ابتسامتين فتكون منها أول صيحة، فأكون فارسا فاز بالمصيد بعد أن ألقى رمحة. القصيدة الثالثة والأخيرة بعنوان مرايا. ما نفع المرايا إن فيها لا أراك، وما فائدة الهدايا إن لم أنل بها رضاك. أتحسبين أنك إن بسطت الصبايا أني بينهن لن أراك؟ لست عندي كل غادة هيفاء، فأنت الملاك. كيف لناظر لعينيك ينظر بعدها لمن سواك؟ هل لي إليك طريق لأنجو من الهلاك؟ وكل شيء فيك ينسيني في أي فاتنة سواك. أعلم إن مت فأجل، وإن أحيا فقد يطول معك العراك. ارحميني وقولي حدث أني نذرت لرجل فوقع الصائد في الشباك. الشعر ولا يبلغ مراده إلا حين ينشد ويتفاعل معه المتلقي. هذا ما تحقق لشاعرنا جواد شهباني ولبقية الشعراء والشاعرات والشواعر الذين شاركوا معنا في هذه الأمسية الشعرية. ندعو الدكتور نور الدين الفلالي الذي دأب على رعاية الشباب واهتمام إبداعهم أن يقدم الشهادة التقديرية للشاعر. في الأخير نأتي على ختام هذه الأمسية الشعرية التي اكتفينا بها بالشعراء، وذلك نخبر الحضور الكريم أنه في الأسبوع المقبل أو في نهاية الأسبوع المقبل سيكون هناك نشاط ثقافي من تنظيم ثلاثة أطراف، وهو عبارة عن لقاء مع كاتبة ذات أصول مغربية من مدينة الناظور تقطن في إسبانيا، ويعني هي الروائية تكتب الرواية فهي مدعوة من طرف شعبة اللغة الإسبانية بالكلية المتعددة التخصصات، وكذلك بالمعهد نوبي ديبيغا المعهد الإسباني نوبي ديبيغا بمدينة الناظور، وكذلك من طرف فرع الناظور في اتحاد كتاب المغرب. إذا الكاتبة ستزور هذه المدينة خلال ثلاثة أيام، وندعوكم للحضور